والآن إلى شباك هاشتاغ والذي نرصد فيه تفاعل الجزائريين على مواقع التواصل مع حسام التكالي. أهلا بك معنا حسام، والبداية مع هاشتاغ أزمة السيولة النقدية المستمرة منذ أسابيع في الجزائر. نعم رانيا، مساء الخير لك ولجميع من يشاهد شبابيك في هذه اللحظة. بالتأكيد أزمة السيولة في الجزائر لا تزال متواصلة وتثير الكثير من الاستياء لدى المواطنين. أزمة السيولة بدأت أيام قليلة قبل بدء أو قبل عيد الأضحى الماضي، ولكنها استمرت بعد ذلك. طبعا لا يعرف إلى الآن سبب واضح لهذه الأزمة في السيولة. أمس كان بريد الجزائر قد قال بأن هنالك أطراف تريد زعزعة الثقة وهي تعمل على خلق هذه الأزمة، طبعا دون أن يسميها. الرئيس تبون كان قد تحدث في وقت سابق وبالضبط في لقاء الحكومة مع الولاة، وتحدث أيضا عن أن هنالك مؤامرة تستهدف استقرار الجزائر بفعل هذه الأزمات أو خلق هذه الأزمات في المجتمع. لكن الواقع يقول بأن هنالك أزمة حقيقية، ومن يدفع كما يبدو أو كما قال المغردون ثمنها هم المواطنون، لا سيما من كبار السن الذين راجت بعض الصور وبعض الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يجدون صعوبة في سحب معاشاتهم من مراكز البريد ويضطرون في كثير من الأحيان حقيقة للمبيت أمام هذه المراكز حتى يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم الشهرية. لذلك كان هنالك غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما قال كريم مثلا: أزمة السيولة متواصلة وستحصد رؤوسا كثيرة، ربما في إشارة إلى المسؤولين. أما أسامة فكتب متهكما: شيخ يتسبب في أزمة السيولة بسبب سحب المال مرتين في اليوم، والثاني مات بعد ليلة من الانتظار أمام مركز بريدي حتى يعود لأهله ببعض المال ليسد به حاجياتهم. الأول كان موضوعا في ندوة الرئيس لأنه مبرر لفشله على حد تعبيره، والثاني مجرد عنوان في الصحف وخبر في نشرات الأخبار لأنه نتيجة لفشله. وهو بالتأكيد يتحدث بحزن عن أحد المسنين الذين توفوا أثناء طابور في إحدى الولايات. أما هذا المغرد فكتب: إبان التسعينيات، وهو يقصد الأزمة الأمنية في الجزائر، أزمة أمنية واقتصادية خانقة، بل أزمة شاملة، ولم نسمع بأزمة السيولة. لا أحد سيقنعني اليوم أن أزمة السيولة عفوية. وهو يبدو أنه يمشي في الطرح المؤامري بين قوسين. أما هذا المغرد فكتب: أنا المواطن المذكور في البروفايل، أطلب من الوزير الأول الإسراع في التحقيقات حول أزمة السيولة والإعلان عن نتائجها كما أمر الرئيس. يعني من أزمة السيولة في النقدية في الجزائر ننتقل إلى موضوع مختلف تماما، وهو عن الساحرة المستديرة. نعم، وربما أزمة لدى المشجعين الجزائريين الذين يعتقدون أو بعضهم يعتقد بأن ذهاب ميسي الذي قرر أن يغادر نادي برشلونة، بأن ذهابه إلى ليستر سيتي قد يشكل خطورة على مواطنهم رياض محرز. وبالتالي هذا الموضوع تم تداوله كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة. بعض التغريدات كانت للجزائريين، ولكن بعض التغريدات الأخرى كانت للمصريين. المصريين تهكموا كثيرا من هذه الأنباء التي تفيد أنه من المحتمل أن ينتقل ميسي إلى ليستر سيتي، لا سيما أن هنالك دائما علاقة متشنجة بين المشجعين الجزائريين والمصريين، وتفاخر مستمر بينهما فيما يتعلق بمن سيكون فخر العرب، يعني صلاح أم محرز. لذلك الكثير من التغريدات تناولت هذا الموضوع، فكتبت هذه الصفحة المعنية بالمحترفين الجزائريين وقالت:
إن انتقل ميسي إلى مانشستر سيتي فإن الخاسر الأكبر هو رياض محرز، وقد يكون الخيار الثالث أو الرابع في كتيبة غوارديولا في ظل تعاقد النادي الإسباني أو في ظل تعاقد النادي مع الإسباني توريس وتفضيل فودن على محرز في الآونة الأخيرة. أما فطوم فكتبت: أنا أشجع مانشستر سيتي من أجل محرز، لا أحب ميسي. أما نزار فكتب: ميسي لا مكان له في السيتي لأن سيده رياض محرز سيجلسه على الدكة. أما هذا المغرد فنشر صورة لمحرز ولميسي وكتب: هل تعلم أنه إذا انتقل ميسي إلى السيتي محرز سوف يبقى في دكة البدلاء إلى يوم يبعثون. شكرا لك حسام.